يلا من فضلك هذا يا جماعة خير هاللي أنتم أنفقتوا شفتوه يفطرون العالم بالآلاف مثل ما قال أبو محمد الفنتوخ قبل رمضان وهم يركبون هالخيام والحين يفطرون فيها الآلاف. يلا من فضلك من البذل اللي أنتم تبذلونه عسى الله يتقبل منكم. لا أحد يقصر عن البذل في سبيل الله وعن شيء تلقاه باتر بالآخرة. أنت شوف يا دكتور خالد شلون ما شاء الله هالزين. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. أنا يعني استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من فطر صائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني كأنك مفطر بالمدينة. كل واحد يأخذ أجره كامل. اللي صام أجره كامل ما ينقص من حسنة واحدة. لا إله إلا الله. واللي فطره يأخذ أجره كامل مثل أجر الصائم. الله أكبر. الشيخ ابن عثيمين له تعليق الله يغفر له يرحمه وجميع يعني أموات المسلمين وعلمانا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين والدينا وجميع أموات المسلمين. اللهم آمين. له تعليق يقول لو فطر الصائم بتمرة واحدة أخذ أجره. الله أكبر. كيف عاد بهالموائد الممدودة ما شاء الله يعني اللي يفطر الصائم ويشبع منها. الله أكبر. صحيح الحمد لله. ترى هذه عظيمة. ذلك الشيخ أبو محمد لما ذكر عثمان بن عفان أنا بذكر موقفين بس وتأملوها جيدا. نعم. الكلام يطول عليه لكن موقفين تكفي في مسألة الإنفاق. ذكر بئر روما. لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على شراء بئر روما؟ أبو ديم سم. لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على بئر شراء روما؟ لأنه بئر روما. أعتقد أنه كان ينباع المحجة. لأنه كان صاحب مالكها يهودي. أي. وكان يبيع الماء على المسلمين. نعم. فشق ذلك على المسلمين. الله أكبر. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبغون الماء. فأنبرى لها عثمان. جاء اليهودي قال أنا أشتري منك. الله. رفض اليهودي. نعم. زاد السعر. رفض. أعطاه السعر. رفض. كل ما رفض زاد. قال له طيب شوف انت تبيع الان كل يوم نتقاسم انا وياك بدفع لك المبلغ اللي طلبته وتقاسم انا وانت البيع يوم لي ويوم لك. يقولها عثمان. اي نعم. رضي الله عنه. قال اليهودي الله يهودي يفكر في الدراهم. أي. شاف انها مساله يعني بياخذ لها مبلغ اي ويبيع يوم وذا يبيع يوم مربح يعني. نعم. فوافق. ايه. فلما اشترى عثمان اليوم جعل الماء اليوم الذي له مجانا في سبيل الله. أكبر. صاروا الناس يأتون في يوم عثمان ولا يأتون في يوم اليهودي ولا صار يبيع شيء ولا صار يبيع شيء. الله تورط. قال تعال بس أبيعك باللي تبي تعال. كله. فاشتراها. ايه. فاشتراها فجعلها في سبيل الله. كانت أحلى من العسل. نعم. أنا زرت المزرعة هذه ورأيت البئر وقفت عليها. يا سلام. موجودة لا زالت إلى اليوم. إلى اليوم. إلى اليوم. يا حظها. نعم. رضي الله عنه. الله. الموقف الثاني. نعم. حصل في المدينة نوع من يعني خلينا نقول القحط ويعني قلة الزاد. فجاءت قافلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فاجتمع التجار بيشترونها. كم تسوى المبلغ الفلاني؟ قالوا هذا الضعف. قال لا رفض. فيه من أعطاني أكثر. قالوا ثلاثة أضعاف. قال فيه من أعطاني أكثر. قالوا أربعة أضعاف. قال فيه من أعطاني أكثر. قالوا يا عثمان تجار المدينة كلهم موجودين من اللي أعطاك؟ اللي زاد. من اللي زاد؟ ما في أحد يزود غيرنا يعني. يلا من فضلك. قال الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف هي لوجه الله. الله أكبر. شف الكرم هذا كرم النفس قبل ما يكون كرم اليد. يا سلام عليك. الله أكبر. رضي الله عنه. هل الإفطار وال يعني الوجبات المتبقية أنا متفائل بإذن الله أنها لن تبقى. وأنا مثلك. وسيتكفل بها إن شاء الله أهل الخير وستنتهي في أيام معدودات. نعم. صحيح. وستزيد. صحيح. أيوة. وستزيد. بإذن الله. أيوة والله يا الله من فضلك. أبشر بالخير. أربع أيام أنا كم وجبة قلت لي قلت شيخ أبو أبديم. إلى الآن. ميتين قبل يعني لها شهر هالحين يمكن حول الشهر. بس الآن جل جد. إيه. جل جد. صار الناس يشوفون اللي يفطرون. باقي 170 ألف وجبة. إيه نعم. 170 ألف وجبة هينت على أهل الخير. سبحان الله.